مشاهدينا، ولأنه أعيادنا ما بتحلى إلا بنسائم القدس. القدس عروس المدائن. معنا اتصال خاص من القدس لنقل أجواء العيد وفرحة العيد عند المقدسيين. سلام عليكم هنادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم المولى. الله يحييك حبيبتنا هنادي الحلواني، كل عام وأنت بخير وتقبل الله الطاعات. تقبل الله طاعاتكم كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير، الله يكرمكم. إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. يعني إحنا نغبطك يا هنادي أنك تعيشين أجواء العيد بعيدين، فأنت في القدس وقريبة من المسجد الأقصى وتعيشين أجواء فرحة عيد الفطر. تضعينا هنادي طبعا بجو العيد عندكم بالقدس وفرحة العيد بين المقدسيين. طبعا من يعيش مدينة القدس ومن عاش وذاق نعيم مدينة القدس فهو يعلم بأنه في جنة، جنة الله على الأرض، وخاصة المقدسين. يعني سبحان الله، الله اصطفاهم أن يكونوا في هذه الأرض وفي هذه الجنة التي يعني وضعت على الأرض لنعيش أجواء شهر رمضان المبارك التي عشناها خلال هذا الشهر الكريم، ونعيش أجواء العيد وتوافد المصلين من كل مناطق فلسطين إلى المسجد الأقصى بالآلاف، يعني مئات الآلاف التي تتوافد إلى المسجد الأقصى في صلاة العيد، لتقيم صلاة العيد في المسجد الأقصى، وليكون إن شاء الله عنا القادم أعياد مضاعفة بتحرير المسجد الأقصى وما ذلك على الله بعزيز. يعني الآلاف التي توافدت في شهر رمضان في الجمعة وفي ليلة القدر، والآلاف التي تتوافد في عيد الفطر، يعني هذه هؤلاء هم أهل بيت المقدس بكل هذه الألوف، فكيف إذا دخلت الأمة الإسلامية جميعها إلى بيت المقدس محررة؟ يعني هذه بروفة نحن نستشعر في العيد، بروفة من بروفات النصر والتحرير، فكيف إذا دخلت الأمة الإسلامية يوم عيدنا الأكبر وتحريرنا وهو يوم النصر والتحرير للمسجد الأقصى؟ نعم، يعني إحنا كنا نتابع أعياد القدس في كل يوم جمعة في شهر رمضان حين تجتمع مئات الآلاف، تقريبا ربع مليون كان يجتمع في صلاة الجمعة، وحتى في ليلة القدر تابعنا أيضا الأعداد الكبيرة التي كانت يعني تؤم المسجد الأقصى للصلاة فيه. فهي كانت أعياد طوال شهر رمضان، والآن يعني تكتمل ويكتمل المشهد الجميل الرائع بصلاة العيد في المسجد الأقصى. فهي فعلا أعياد القدس لا تنتهي، وإن شاء الله ستكون الأعياد قريبا بعد أن يتم تحرير المسجد الأقصى من براثن الصهاينة. هنادي، على الصعيد الأسري والعائلة كيف تعيشين الأجواء؟ ونحن كنا نتابعك أيضا في الإفطارات التي كانت على أبواب المسجد الأقصى لأنك محرومة من الدخول إلى المسجد. نعم، أنا كنت طيلة شهر رمضان طبعا تسلمت قرار منع عن المسجد الأقصى بالإضافة إلى القرارات التي تسلمتها، ولكن القرار هذا يعني هو القرار الثالث في شهر رمضان. أنا تسلمت قرارات عديدة عن المسجد الأقصى المبارك، ولكن في شهر رمضان تحديدا هذا القرار الثالث اللي بتسلمه، وعلى الرغم من ذلك يعني أبيت أن أضع قرار الإبعاد وأستسلم وأضعه في بيتي وأضع نفسي في البيت وأستسلم لهذا القرار، وإنما عشت شهر رمضان وأقمت طقوس شهر رمضان على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعند أقرب نقطة استطعت الوصول إليها حملت سجادة الصلاة وحملت إفطاري وأبنائي وربطت على أبواب المسجد الأقصى في شهر رمضان. هم كانوا يدخلوا إلى المسجد وأنا كنت أقف على الأبواب وأصلي على الأبواب وأفطر كل جمعة وخميس مع أخواتنا وأهلنا في الضفة، من الضفة الغربية ومن مختلف مناطق فلسطين، من شمال فلسطين، من أهلنا في الداخل الفلسطيني الذين تضامنوا معي وأفطروا على أبواب المسجد الأقصى المقلوبة المقدسية وطبخة الورق الدوالي المقدسي. طبعا الآن وحتى يعني في يوم العيد وعيد الفطر لن أستسلم أيضا لقرار الإبعاد وسأقف على أبواب المسجد الأقصى. أنا أستطيع وأتمكن من الوصول للبوابات الخارجية، لن أجعل ذلك المحتل يعني يثنيني عن القيام بطقوسي وعن فرحتي في عيد الفطر وعن فرحتي في المسجد الأقصى المبارك وعن فرحتي برؤية أهلي ورؤية الجيران ورؤية أهلنا من مختلف مناطق الضفة والقدس لأشهد بهجة العيد في المسجد الأقصى. لن يحرموني وسأبدع وسأظل أتفنن وأبدع في فرحتي وفي إقامة طقوسي التي اعتدتها والتي لن يستطيع الاحتلال ثنينا وإبعادنا عن أي شيء اعتدنا عليه، وإن كان أبعدنا جسدا بحكمه الظالم لكنه لن يبعدنا روحا وعقيدة وعبادة وإيمانا. نعم هنادي، أكيد مرارة عدم الاستطاعة من أنه تصلي في المسجد الأقصى وتكوني مع بقية من يصلي داخل المسجد الأقصى هي مرارة وحرمان من فرحة، لكن
فرحتك بوقوفك على أبواب المسجد الأقصى ورباطك وغيظك لهذا المحتل هي أيضا فرحة كبيرة وعيد أن نرى مجاهدة مقدسية تصر على أن تبقى على الأبواب وأن تصلي صلاة العيد هناك وحتى ليالي رمضان، فهذه فرحة أيضا برباطك وبجهادك. هنادي، كيف يعيش المقدسيين أجواء العيد؟ كيف يبدأ صباح العيد؟ طبعا من قبل صلاة الفجر يبدأ المقدسين بالتوافد، لأنه يكون هنالك يعني أعداد كبيرة وأعداد ضخمة من المقدسين ومن الفلسطينيين الذين يأتون إلى المسجد الأقصى، يتوافدون إلى المسجد الأقصى من قبل ساعات الفجر ليأتوا بالآلاف، يعني يحملون فرحة العيد ويحملون كل شوق واشتياق للمسجد الأقصى المبارك ليصلوا بعد شهر من التعب وشهر مع الله عز وجل، ويعودوا إلى الله ليصطلحوا مع الله في هذا اليوم الجميل الذي يتزين المسجد الأقصى بأهله ومحبيه ورواده ومرابطيه من كل مكان في القدس وفي الضفة وفي فلسطين، ممن يتمكن ويستطيع الوصول، وبالتالي يوزعون الحلوى في على أبواب المسجد وفي ساحة المسجد، يلتقطون الصور، يصلون صلاة العيد، يتصافحون، يعني هنالك العديد من مظاهر الفرح التي تظهر في ساحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس أيضا، يعني في ذلك اليوم أو في يوم العيد تتزين القدس بأهلها وروادها من كل مكان، فنرى الفرح ينعكس يعني سبحان الله في المسجد الأقصى وأهله وأيضا في مدينة القدس. وأود التنويه إلى نقطة مهمة جدا حدث في شهر رمضان وتحديدا في ليلة القدر 27 رمضان، بأن جاء للمسجد الأقصى من رواده وأهله من محبيه الكثيرين الذين توافدوا إلى منطقة باب الرحمة وقاموا بعمل عيد هنالك، يعني سنشهد هذا العيد عيد آخر أيضا في منطقة باب الرحمة التي يعني زانت في الفترة الأخيرة وفي ليلة 27 بترتيب تلك المنطقة وتنظيفها وإعمارها وحملة إعمار وتنظيف لذلك المكان وزرعه بالشجر ليتوافد المصلين إلى ذلك المكان ولئلا يتركوا ذلك المكان فارغا وخاليا، بحيث يقوم الاحتلال بتنفيذ مخططاته التي كان ينوي لها، وبالتالي هذا العيد سيكون له نوع آخر أو طعم آخر، بأن أهلنا سيتوافدون أيضا إلى منطقة باب الرحمة ليزينوا تلك المنطقة وليأخذوا صورهم في ذلك المكان وليعمروا ويرابطوا في ذلك المكان تحديدا بوابة الرحمة. ما شاء الله يا هنادي، أنتم تصنعون أعياد الأمة كلها، وفي كل عيد لكم بإعماركم للمسجد الأقصى ورباطكم وجهادكم لكم أعياد. فإحنا في نهاية اتصالنا اللي بودنا أن يطول لكن يعني الوقت محدد، نقول لك هنادي كل عام وأنت بخير، وللمقدسيين جميعا أن يكونوا بألف ألف خير، وأعانكم الله عز وجل ورد إلينا الأقصى عزيزا محررا. سلام لك وللعائلة، وتقبل الله الطاعات. الله يبارك فيكم، يعني ومن هنا أنا من مكاني هنا من بيت المقدس ومن مركز البركة ومن فلسطين ومن أهلنا ومرابطين في القدس وبيت المقدس، أبارك للأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الفطر، وأبارك لأهلنا في أرض الحشد والرباط، جيشنا الأول الذي ننتظر وننتظر منه الإعداد لنحرر وإياه المسجد الأقصى، ونصلي العيد القادم في ساحات المسجد الأقصى وقد تحرر بإذن الله عز وجل، إنه ولي على ذلك وقادر على ذلك بإذن الله أن يحرر المسجد الأقصى من قيود الصهاينة والغاصبين. تحيتي إلى أهلي في الأردن الشقيق وإلى أسرة برنامج بيتكم العامر، وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا هنادي، بيتنا يعمر بوجودكم وبأصواتكم وبصمودكم. شكرا هنادي الحلواني، كنت معنا من القدس وعشنا مع أنفاس وصوت هنادي أجواء القدس والعيد في القدس. يا رب مشاهدينا يجمعنا وإياكم في المسجد الأقصى في صلاة عيد قريبا إن شاء الله، والقدس عزيزة محررة. إذا مشاهدينا هذا كان اتصالنا، اللي فعلا البيت العامر يعني بيعمر بهالأصوات وبهالصمود وبهالتحدي اللي عند المقدسيين. إذا مشاهدينا معنا كمان اتصال، طيب خلينا نطلع على فاصل ونرجع لنواصل بقية فقرات العيد. بعرف العيد انتو الضيوف رايحة والضيوف جاية والأجواء والبيت وكذا، بس بنتمنى تضلكم قريبين منا لأنه عندنا كثير فقرات أعددناها ليكون عيدنا بوجودكم عيدين. خليكم معنا.